جهه اليمين لمصلحه الريان عند ديانيه، وديانيه في تمريرات ممتازه للريان الى تقدم من اليمين قاتله قد تكون. الرابع الرابع، الله عليه الله عليه، من يشبهها رهيب، من يشبه الريان. اربع اهداف، اربع اهداف، وقاتله من حامد اسماعيل، قاتله من حامد اسماعيل، يؤكد ان الابن الحق يسجل ثاني اهدافه في المباراه على فريقه السابق. بالعربي، العربي ضايع، شوف الكرة ملعوبة لحمد اسماعيل، استغلها وسط ثغرات واضحة وفتحات واضحة في دفاع العربي. الهدف الرابع الآن يحضر للريان، أربع أهداف للريان تمزق شباك العربي. نعم، الحديث الذي كان عليه الكابتن عبد الرحمن الملا ما قبل المباراة إلى جانب شقيق عادل حينما قالوا العربي من كان يحقق الرباعيات في زمن فريق الأحلام، ولكن الآن علينا أن نقبل في الألفية الجديدة